أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القدر الواجب الذي ينبغي للعبد معرفته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ القدر الواجب ما ذكره العلماء في سيرته صلى الله عليه وسلم الصحيح، السيرة الصحيحة، مثل هذا الكتاب زاد المعاد، كتاب جيد محرر أيضا، فهو من أجود سير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.